السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هحكي قصة سيدة لغت عقلها ولغت تفكيرها مقابل متعة بسيطة جدا وحاجات زائلة. القصة اللي تداولها رواد السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة عن إحدى السيدات. الست دي كانت من مستوى اجتماعي بسيط، وبعدين تزوجت من مقاول. المقاول ده كان بيحبها جدا وكان يعني معيشها بشكل كويس، وبعدين اللي حصل ان هي فضلت كام سنه لم تنجب، فهو كان مصمم ان هو لا ينجب الا من هذه الست دي لانه كان بيحبها جدا، فعرضها على كتير على اطباء اللي اجمعوا تقريبا بصعوبه حملها. ما كانش قدامه حل غير ان هو ياخد مراته دي ويسافر خارج مصر طلبا للعلاج، علاج انجاب الاطفال. عملوا اكتر من محاوله، وفي الاخر بعد 5 سنين من الزواج ربنا اكرمهم والسيده دي انجبت طفل وحيد ولم تنجب غيره. طبعا زوجها كان يكاد يطير فرح، مبسوط بابنه ومبسوط بان هو خلف ابن من هذه الست اللي بيحبها. ولان المقاول ده كان ابن بلد وراجل مضياف وكريم وقاعد هو في القاهره، لما جه احد اقاربه من البلده اللي في الدلتا دي رحب بيه، وهو ابن عمته ورحب بيه وعزمه عنده في البيت. طبعا بمجرد ما جاله قريبه ده وشاف زوجته حليت قوي في نظره، وقعد يقول لها كلام لطيف ويقول لها الاكل جميل وتسلم ايديك ويثني كتير قوي على الاكل بتاعها. الست ما يعني قبلت الامر ده بشكل عادي، يعني مجامله بيقولها ضيف. لكن اللي حصل بعد كده ان ابن عمته ده ما شالش زوجته من دماغه. ايه اللي حصل؟ اتصل بالمقاول وقال له كل ما اتصل بيك تليفونك مشغول او مره خارج الشبكه، مش عارف الاقيك، انا ساعات بحتاجك في حاجات كتير. المقاول بكل حسن نيه قال له هديك رقم زوجتي، لو ما لقيتنيش اتصل عليها وهي هتعرف توصل لي. وقد كان فعلا، وراجل بكل حسن نيه ادى قريبه ده رقم تليفون مراته، وهو ده كان اللي مطلوب. واتصل الشخص ده بمرات المقاول وقعد يسمعها كلام لطيف، وقال لها في الاول ان هو اتصل بيها بطريق الغلط، وبعدين شكرها تاني على العزومه اللي عملتها لهم، وفضل اساسا يتصل بيها كل فتره، وبعدين بقى الاتصال كل اسبوع، وبعدين بقى اتصال يومي. الغريب ان الست دي ما صدقتش الراجل ده، استحلت سماع كلمات الحب برغم انها متجوزه من شخص بيحبها وبيسمعها اجمل كلمات الحب، لكن برضه ما يمنعش زياده الخير خيرين، وفضلت برضه تسمع كلام الحب والكلام اللطيف ده من قريب زوجها. الحقيقه الامر ما اقتصرش بقى على ان هو مجرد كلام، قريب زوجها ده حب يزورها بس طبعا في غير وجود زوجها، وقد كان. وطلبت منه ان هو يزورها ويطلع بس بشكل بسيط من غير ما الجيران يلاحظوه. كان ابنها في الوقت ده عنده حوالي 3 او 4 سنين. ودت ابنها عند الجيران وقالت لهم ان انا نازله اشتري طلبات البيت وخلوه عندكم. وجه لها الشخص ده وقضوا مع بعض لحظات من المتعه المحرمه ورجع نزل تاني. الحقيقه الشخص ده اعتاد ان هو يتردد عليها، واعتادت هي تودي ابنها مره عند الجيران او تحطه في اوضه وتدي له اكل وكل حاجه وما تفتحش عليه خالص، وتاكد عليه ما يطلعش بره الاوضه وتقفل عليه بالمفتاح بحيث ان هو الولد ما يطلعش ولا يعرف ان في حد بره. واستمرت في علاقتها الغير شرعيه دي حوالي 2 سنين، يعني كان ربنا بيديهم فرصه يقول لهم توبوا الى الله، بس الحقيقه هم ما تابوش وفضلوا 2 سنين مع بعض. تفتكروا ايه اللي حصل بعد كده؟ بدل ما الست الراجل كان عايز يرتبط بيها رسمي، فبدل ما هي تفكر في طريق رسمي وشرعي وطريق لطيف وتخلع جوزها، تطلب الطلاق، تطلب انها تنفصل عنه، اي حاجه، كل ده ما خطرش في بالهم خالص. اللي خطر في بالهم ان هم يتخلصوا من الزوج، ويتخلصوا منه ايه؟ بالقتل. مش يتخلص منه تتطلق منه ولا تخلعه ولا تعمل اي حاجه. يعني انا اكاد في دهشه مستغربه، ليه ما بيجيش في بالها انها تتطلق من جوزها؟ جوزها مش عاجبها خلاص تنفصل عنه، حبت حد تاني خلاص تروح تخلعه، انها مش تقتله. انما هذا هو ما تم. كانوا خارجين مع بعض هي وزوجها، واتفقت مع عشيقها ده والشخص اللي هو قريبه ده ان هم يقتلوا الزوج في نفس هذا اليوم. اتصلت، خرجت مع جوزها واتفسحت، وكانها بكل دم بارد وكل وقاحه وصفقه اتفسحت مع جوزها فسحه لذيذه قوي، ورجعت البيت. عملت له كوبايه عصير، حطت في كوبايه العصير دي 17 قرص مخدر. تخيلوا، لك ان تتخيل 17 قرص مخدر في كوبايه عصير لشخص. طبعا يعني هو بمجرد ما شرب العصير ده راح في نوم عميق واستغرق تماما. اتصل بالراجل صاحبها ده وطلبت منه ان هو يجي، كانت الساعه حوالي 2 بالليل، طلبت ان هو يجي بسرعه علشان هي جوزها نام واستغرق في نوم عميق. اللي عشاها ده جه بسرعه ويعني جه البيت وفتحت له، وبعدين اللي حصل ان هو لقى الزوج نايم في سبات عميق،
يعني حتى مش يعني قتله بطريقة بشعة بعصاية تخينة شومة، هشم راسه وكسرها تقريبا، وتأكد ان هو مات تماما، وتأكد ان الزوج مات. تفتكروا عملوا ايه بعد ما الزوج مات؟ يعني بكل دم بارد وبكل صفاقة وقاحة كما تذكر مواقع التواصل، مارسوا الرذيلة جنب جوزها، جثة جوزها وهي بتقضي لحظات من المتعة المحرمة مع عشيقها. بعد ما خلصت امرها ده فكروا زي يتخلصوا من الجثة. الزوج كان وزنه حوالي 150 كيلو، يعني حاجة مش قليلة، تقيل وكبير. خدوهم الاثنين وجروه على الحمام وقطعوه في 40 كيس، قطعوه قطع صغيرة في 40 كيس، وحطوا الأكياس وقرروا ان هما الاثنين يتناوبوا على التخلص منها. كانت الزوجة بكل دم بارد اللي احنا شايفين صورتها دي بتقول انها مثلا تلاقي كلاب في الشارع ضله فتدي لهم كيس ياكلوا، تدور على قطط مش لاقي اكل وتدي لهم كيس ياكلوا. الحقيقة ما حدش عثر على اي حاجة ولا اي جثة، غير بس جزء من يد، جزء من يد الزوج ده وجزء من ساقه. وطبعا الحكومة كانتش عارفة يعني يد مش هتعرف تجيب صاحبها، وخاصة ان ما كانش حد في المنطقة دي بلغ بغياب اي شخص. المهم الزوجة انتهت تماما من توزيع الاربعين كيس، وكان فاضل بس حاجات بسيطة وكان بتوزعها هي وعشيقها. اللي حصل بقى ان ابن عمه، ابن عم الزوج ده، شاف حلم يعني غريب جدا. شاف قريبه المقاول ده في الحلم بيقول له مراتي قتلتني، مراتي قتلتني. فابن عمه طبعا قلق، راح وخبط عليه الباب، قال للست زوجك فين؟ قالت له مش موجود، ما جاش من امبارح. قال لها لا يمكن، ده العربيه قدام الباب، هو ما بيتحركش خطوه من قدام العربيه. قالت له لا، هو ما جاش من امبارح، والعربيه كمان بخاف بطاريتها تنام، يروح دورها لنا. فدور العربيه وقال لها في شنطه فلوس، قالت له هاتها بالمره. طلع لها شنطه فلوس، كانت فلوس شغل، وطلعها لها. وجي تاني يوم وسال على ابن عمه برضه ما لقاهوش، وهكذا اربع خمس ايام مش لاقي قريبه المقاول ده. وكل يوم الراجل قريبه المقاول يجي له في المنام وفي الحلم يقول له مراتي قتلتني. طبعا المقاول ابن عمه ده بلغ الشرطه، وكمان الست علشان تداري على موقفها بكل دم بارد بلغت الشرطه بغياب زوجها. وطبعا البوليس فضل يدور كتير قوي على الزوج، وكمان لقى جزء من جثته، فربط ما بين العثور على الجثه وما بين ان العربيه قدام البيت وكمان ما اتحركتش، والمقاول ده ما كانش بيطلع خالص الا من خلال العربيه، ما بيمشيش على رجليه الا من خلال العربيه. طبعا تم القبض على الزوجه، لكن ما لقوش اي حاجه في البيت تدل على ان هي قتلته، لان كان عشائها ده تخلص من المرتبه والبطانيه اللي ملوثين بالدم، رماهم في خرابه قريبه وتخلص منهم تماما. اللي حصل بعد كده ان البوليس قدر يعني يضغط على الزوجه دي، وقالوا لها ان في حد اعترف عليها، وقالوا لها ان هم لقوا جثة جوزها وبعض الاساليب بتاعت الشرطه. والحقيقه الست انهارت واعترفت بكل شيء، واعترفت كمان انها على علاقه بابن عمه، واعترفت بكل التفاصيل. وما قدروش طبعا يجمعوا الا اجزاء قليله جدا من جثه الزوج، وكمان العشيق تم القبض عليه واعترف هو كمان بكل شيء تفصيلي. الغريب ان الزوجه كانت بترمي كل اللوم وكل اللوم والغلط على الراجل عشيقها اللي هي تعرفت عليه ده قريب جوزها، وهو بالتالي برضو كان بيرمي كل اللوم وكل الخطا على الست دي، وهي اللي استجابت ليا وهي اللي اغرتني. وفي الاخر اتقدموا الاثنين لمحاكمه عاجله، وينتظرهم حكم الاعدام. بس الحقيقه اللي انا مستغربه جدا، لما تكون زوجه متضايقه من جوزها او في دخل في حياتها حد او في لا قدر الله، طبعا كل ده غلط ومش صحيح، لكن اللي انا بقوله لو حصل واي حد دخل في حياه الزوجه، ليه ما تطلبش الطلاق من جوزها بدل ما تمشي بشكل وحش؟ ليه ما تنفصلش عنه بدل ما لا قدر الله تمشي في الحرام؟ انا ببقى مستغربه جدا على الزوجات اللي هم بيوقفوا عقلهم ويوقفوا تفكيرهم. اتضايقتي مش مبسوطه من زوجك، ما تمشيش في الحرام، اطلقي منه واتجوزي اللي يعجبك. ولو ان دايما الراجل اللي انت لو كنت يعني انفصلتي عن زوجك عمره ما هيتجوزك، لان اتكلمتي وانت زوجه. فاللي انا عايزه اقوله طبعا ربنا يبعدنا جميعا عن كل الحرام وكل ما قرب اليه من قول او عمل، لكن الحقيقه حكم الاعدام هينتظر الزوجه دي، وكمان حكم الاعدام هينتظر كل زوجه خاينه بتفكر اي تفكير خارج عن الشرعيه وعن القانون. عفوا ان انا قلت الفيديو الصادم ده، لكن الحقيقه
ده حكايه تداولها رواد السوشيال ميديا في الفتره الاخيره. انا سعيده جدا ان انا قابلت حضراتكم، ولو اني يعني عارفه ان الفيديو لن يلاقي قبول الكثير، لكن الحقيقه انا حبيت ان انا اقول القصه بتاعت الست الخاينه دي، وكمان صورتها اللي نزلت على مواقع التواصل. شكرا لكل اللي تابع نهايه الفيديو، اشوفكم غدا في فيديو جديد في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره من قناه ايمان عبد الحميد. دمتم في رعايه الله وامنه.